العجيب كيفاش غنديرو، ولا المناقش العقاري بالعله اللي كيطلب نوار. مشيت سولت في واحد تجزئه سكنيه في دراركانا وحي مدينه اكادير، طلب لي المناقش 10 مليون نوار. النوار لا، دابا اكيد هو مجموعه من الاختلالات، هي قائمه. هذه المساله ديال النوار ما يمكنش تعتبر على ان شي واحد تدعمها، لكن كاين اشكالات، ونحن اعلنا صراحه من خلال مجموعه من الاجراءات القانونيه اللي عملناها على انه هذه المساله ما يمكنش تكون كاجراء دائم، وانه اي واحد اللي تيطلب هذا النوار يجب ان يعلن عنه، يتقال لنا شكون هذا اللي تيطلب النوار، وتعطى لنا المشاريع اللي بالفعل، لان من تنقولوا هناك مشاريع اجتماعيه وانه الدوله تدعم هذه المشاريع، بمعنى انه ذاك البروموتور المنعش عنده دعم ديال الدوله، وعلى هذا الاساس مطلوب منه على انه يوفر ذاك المسكن بثمن اللي هو مطلوب منه يوفره دون ان ياخذ النوار. فاذا هناك اشكالات، اللي هو مطلوب هو انه بالفعل سيكون تعاون بين الاطراف اللي تتعمل في هذا المحل. وهذا الاخ ولا الاخت اللي تيقولوا على انهم بالفعل اضطروا في مشروع معين على انهم يدفعوا هذا الانوار، ولا طلبوا منهم يدفعوا هذا الانوار، ما عليهم الا ان يعلنوا صراحه على هذا المنعش اللي تيقوم معهم بهذا الاجراء، باش حتى نحن نتخذ الاجراءات الزجريه، والقانون تيزجر هذه المخالفات حتى يكون هناك زجر لمثل هؤلاء الذين يعتمدون على ربما سذاجة البعض او ضعف البعض باش يديو منهم اموال اللي ماشي من حقهم. ابقوا على تواصل معنا، أسئلة جديدة ومواضيع متنوعة سيجيب عنها السيد الوزير، لأن التواصل معكم في صلب اهتماماته.